سات واخ واخ كتغسل ليا وكتلبس لي الحوايج الى اخره ورباتني نتي ومنها نتي الى جانب ما خلات فيا امي انه ربات فيا الصمود والصبر. اذا الام الله يرحمها وكنعتبر بانها خلات ليا وصيه وانا باقي المحامي ديالها حيت اللي مازال ما تسدش. البارحه توفات الام ديالنا ام الشهداء المانوزي الشاو خديجه اللي ربات اجيال واجيال واللي كافحات في ايام الاستعمار ايام الاستقلال ضد الاستبداد ضد القمع ضد الاختفاء واللي عرفات معاناه كثيره واستمرت فيها من اجل واحد المساله اللي كتمسها اساسا وهي معرفه الحقيقه حول ابنها البكر الحسين المانوزي. وكذلك كانت بجنب زوجها جنب العائله ديالها من اجل ان المغرب يعرف واحد وطن حر ديمقراطي. هذا الجرح اللي كان كيمسها بزاف الجرح ديال الابن ديالها اللي كتصادف النهار هذه يومين 29 اكتوبر 44 سنه على الاختفاء ديالو انها كنقولوا بان صمدات باش تتخلد هذه الذكرى هذه ومع الاسف لم ترى الحقيقه ولم ترى لا قبر ولا مصير حوله. هي الام ام الشهداء ام جميع المناضلين اللي كيضحوا من اجل مغرب حر ديمقراطي من اجل دوله الحق والقانون من اجل الحريه من اجل الحقيقه. وقع رهن الاعتقال الى جانب كل من صلاح الدين المانوزي وامينه اوباري وعبد الرحيم عميمي والبقيه تعرفونها. ايتها الاخوات ايها الاخوه، كما تعلمون في 11 يناير 2016 بادرنا في اطار المنتدى المغربي من اجل الحقيقه والانصاف الى تدشين مقرنا الجديد بساحه واد المخازن، وتشرفنا بحضور والدتنا جميعا الحاجة خديجة بنت محمد شاو. طبعا هذه العائلة أيضا إخوتها وأبناء أخواتها من السحماد إلى آخره، شاو أيضا كان من نزلاء در مولاي الشريف. نحيي هذه العائلة عموديا وعرضانيا وأفقيا وعلى امتداد الوطن. هذه العائلة التي أعطت عبر الدماء وعبر التعبئة وعبر التضحية شرفتنا فدشنت المقر وقالت ربما قريبا سأرحل، ولكن أنا سعيدة جدا لأنني دخلت هذا المقر وعلى جدرانه صور الشهداء، فقالت أنا مطمئنة فلدي نفس الوصية التي رفعناها قبل أن تدفن. الشهيد خلى وصية لا تنازل على القضية، ماتت وهي في عفة عن كل إغراء وغرور وتغرير وتهديد. كانت ظلت وحيدة في المنزل عندما اعتقل جميع أفراد العائلة إلا حفيد المانوزي الصغير صغير، وكنت إلى جانبه أنا وإياه توأم، فقد ربتني منذ 66، وكنا أيضا نتناوب على فتح الباب بمجرد دقة جرس، أعتذر عن التعبير، بمجرد ما كيدقوا كنقولوا حتى واحد ما يقدر، كان الإرهاب حتى واحد ما كيقدر يزورنا إلا الشجعان من العائلة والأصدقاء خفية كانوا كيتلقاونا، ولكن بمجرد كنعرفوا البوليس جا.
إذا كنا نفتح كانت وحيدة تواجه، وكانوا يفتشون الغرف ويمزقون الأسرة بحثا عن شيء لا يوجد. رحمها الله. الكلمة للأسرة سيلقيها الدكتور عبد الكريم المانوزي رئيس أيضا جمعية الأطباء، هاته الجمعية التي أوصت أيضا بها كما أوصى بها المرحوم الحاج علي المانوزي زوج الحاجة الفقيدة. فالكلمة للأخ عبد الكريم. المواطنين الوطنيين والمقاومين، ولم تتوقف محنة ضريبتها الوطنية هنا، بل تم اعتقال زوجها وأبوه معظم إخوته سنة 54 من طرف البوليس الفرنسي، بذلك تحملت مسؤولية البيت والأبناء لتواجه مصاعب الحياة. هي الأم الأمازيغية التي لا تتقن العربية، وساعدها على تحمل ذلك جيرانها اليهود الذي كانوا يحيطون بالحي. وجاء الاستقلال، وكان أمل الحاجة خديجة كبير في أن تتحول الوصاية الاستعمارية إلى فضاء للازدهار والحرية لا تمييز فيه بين المغاربة، يتعاون فيه الجميع لبناء وطن يتسع للجميع. في هذه اللحظة هي ديمقراطية. أفدوا روحهم في معركة أيت عبد الله في 34، حيث شارك المانوزيون كقبيلة وكأسرة أيضا، وساهموا أيضا بدماء من بين الدماء التي سوف يساهمون بها على امتداد الأجيال إلى أن يتحقق الحق والحرية والعدالة الاجتماعية. التي صمدت في وجه العدوان والظلم، الله العظيم.